بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت في نشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأمان تيمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار سيره وانتهج نهجه، عليهم جميعا صلوات وسلام دائمين ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن حياكم الله، أهلا بكم ولقاء متجدد من برنامجكم حرز الأمان. نستكمل ما بدأناه من شرح باب المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، بعد أن نجدد الترحيب بأخينا وحبيبنا الشيخ الدكتور أحمد محمود سالم. حياك الله يا شيخ أحمد، تشرفنا بك في هذه المجلس المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خيرا ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. اللهم أمين. بارك الله في شيخ أحمد. توقفنا يا شيخ أحمد في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. أسمعنا الأبيات كي نبتدئ بإذن الله في شرحها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام را وهي في الراء وأظهرا، إذا انفتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما بعد المسكن منزلا، بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا، وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. أحسنت شرح. قال الناظم رحمه الله: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وصلنا إلى حرف الثاء الذي يدغم في متقارباته. حرف الثاء من قوله ثوى من البيت: شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى. والثاء تدغم في متقارباتها الخمس اللي هي إيه؟ قال: وهي الأوائل، يعني أوائل الحروف العشرة للدال. فاكرين حروف الدال العشرة؟ ترب سهل ذاك شذا ضفا، الخمس حروف الأول. طيب بدون شرط، بدون شرط. إذن الثاء تدغم في متقارباتها الخمسة، وهي الحروف الأول من حروف الدال: ترب سهل ذاك شذا ضفا. قال: وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. أما الذال فتدغم في متقارباتها وهي الصاد والسين، بالمثال يتضح المقال. المثال: للصاد قال ما اتخذ صاحبة، فيقرأها بالإدغام اللي هو السوسي: ما اتخص صاحبة، هكذا ما اتخص صاحبة. أما السين في قول الله سبحانه: واتخذ سبيله في البحر عجبا، واتخذ سبيله، هكذا يقرأه. طبعا الإدغام هنا إدغام كامل، يعني ذهاب الحرف الأول وذهاب صفاته. إذن الثاء في متقارباتها الخمس الأول من حروف التاء، والذال في الصاد والسين. ثم قال: وفي اللام راء وهي في الراء، يعني اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام، يعني عندنا حرفين، لكن إدغام هذين الحرفين بشرط. قال: وأظهر
إذا انفتح بعد المسكن منزلة، يعني إذا انفتحت اللام أو انفتحت الراء إذا كانت يعني في الأول، يعني الحرف اللام إذا كانت هي المدغمة أو الراء هي المدغمة وكانت مفتوحة وقبلها ساكن فإنها تمنع من الإدغام. قال وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال، واستثنى من هذا الشرط أو من هذا المانع، استثنى منه كلمة قال، قالوا واستثنيت هذه الكلمة لكثرة دورانها في القرآن، زي إيه؟ قال ربك هو علي هين. إذن اللام تضغم في الراء والراء تضغم في اللام بشرط ألا تنفتح ويسكن ما قبلها. طب إذا انفتحت وسكن ما قبلها تمتنع من الإضغام اللام أو الراء إلا كلمة قال فهي مستثناة من هذا المانع. بعد كده قال ثم النون تضغم فيهما، وصلنا لحرف النون، والنون تضغم في متقارباتها وهي اللام والراء. قال ثم النون تضغم فيهما، وألف المثنى هنا عائد على آخر المثنى المذكور وهو اللام والراء، يعني النون تضغم في اللام وكذلك تضغم في الراء لكن بشرط. قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك، يعني يجب أن يتحرك ما قبل النون، فإن سكن ما قبل النون منعت من الإدغام إلا في كلمة نحن استثناها من هذا المعنى. قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلة، زي إيه؟ زي ونحن له عابدون. ونحن له، النون هنا في نحن لاحظ أن ما قبلها ساكن لكن هي مستثنى من هذا المانع وهو مانع الإدغام في النون وهو سكون ما قبلها. قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزل. وصلنا إلى حرف الميم. حرف الميم تضغم في الباء فقط، لكن هذا الإدغام يسمى إدغاما تجوزا، وإنما حقيقته الإخفاء، لأن الإدغام كما عرفناه هو إدخال الحرف الأولي في الذي يليه بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا كالثاني. إحنا لما نيجي نضغم الميم في الباء، لو أضغمناها على المعنى الاصطلاحي للإدغام في مثلا علم بالقلم، هنعمل إيه؟ هنحذف الأول وندخله في الثاني ونشدد الحرف الثاني فنقول علب بالقلم، لا هي مش كده خالص، وإنما سميت إدغاما تجوزا وإنما حقيقة هي إخفاء. يعني إيه؟ يعني نسكن الميم مع المحافظة عليها بتخفيفها مع الغنى بمقدار حركتين، كأنك بتقراها إخفاء شفوي بالضبط. هتقول إيه؟ علم بالقلم، هكذا. يبقى وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك، برضو نفس الشرط اللي في النون هو نفس الشرط اللي في الميم، يجب أن يتحرك ما قبل الميم. يعني قول الله ووصى بها إبراهيم بنيه ما ينفعش أدغمه، ليه؟ لأن ما قبل الميم في إبراهيم قبلها حرف ساكن، وإحنا اشترطنا في إدغام الميم في الباء على طريقة الإخفاء أن يتحرك ما قبلها. قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصل. ده آخر موضع من مواضع إدغام المتقاربين في كلمتين، لذلك قال فدر الأصول لتأصل، أي فاجمع أصول الإدغام في هذا الباب لأنه قد انتهى ذكر هذه الحروف. إيه يعذب؟ الباء تضغم في الميم لكن في لفظة واحد فقط اللي هي إيه؟ اللي هي يعذب من يشاء. هذه اللفظة وردت في القرآن 6 مرات، مرة في البقرة وخمسة بعدها. إحنا في هذا البيت نقصد ال5 مواضع دون موضع البقرة. طيب يعني إيه؟ يعني موضع البقرة استثنه من هذا ذكر هذه المواضع اللي هو لله لا يقرأ الشيخ بعد شوية إن شاء الله، اللي هو
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب ايه مشكلة الموضع ده؟ احنا يا مولانا بنتكلم هنا في باب الادغام الكبير المتقاربين. وقرأ السوسي عن ابي عمرو باسكان الباء في يعذب من يشاء عطفا على جواب الشرط بالجزم يعني. طيب لما تسكن هتبقى الاولى ساكن والثانية متحرك، يبقى ده محله باب الادغام الصغير من قول الناظم وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. اما هنا في البيت ده بنتكلم عن الادغام الكبير، يبقى الادغام الكبير كل المواضع ما عدا موضع البقرة، يعني موضع البقرة يقرأ زي ما قلنا السوسي بالجزم عطفا على جواب الشرط، قال يحاسبكم فيغفر ويعذب عطفا على جواب الشرط. قال وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصله، يعني تقولها ازاي؟ يعذب من يشاء هكذا، لأنك لما أدغمت الحرف الأول في الحرف الثاني حصل الناتج الأخير أن أصبح الحرف المدغم حرفا واحدا مشددا مع المدغم فيه كالحرف الثاني. طب الحرف الثاني اللي هو الميم فشددت بالإدغام، والإدغام أول ميم إذا شددت لزمتها الغنة، قال ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددها، فتقول إيه؟ يعذب من يشاء. هنا عند هذا البيت انتهى ذكر حروف السوسي التي تدغم في متقارباتها، والتي يعني تعرضنا لها في بيت الشاطبي حينما قال شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جل. بعد كده في آخر هذا الباب بيذكر بعض التنبيهات، وهذه التنبيهات خاصة بالبابين، بباب الإدغام الكبير المتماثلين وبباب الإدغام الكبير المتقاربين. أول تنبيه قال ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل. يعني إيه؟ أنا عندي مثلا آية زي وتوفنا مع الأبرار ربنا، لو وصلت هاتين الآيتين ببعضهما هتحصل عندي راء متحركة في آخر الكلمة الأولى اللي هي الأبرار، وراء متحركة في أول الكلمة الثانية ربنا. ندغم؟ آه ندغم. طيب بس الكلمة دي كانت بتقرأ عند أبو عمرو البصري بالإمالة الأبريري. هنا السؤال، هل الإدغام هيمنع الإمالة ولا لا؟ على شرط الشاطبي لا، لأن الإدغام عارض في الوصل فقط، أما الإمالة في الوصل والوقف، لذلك لا يمنع العارض الأصلي. قال ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل، يعني الإدغام عارض والإمالة أصلية فلا يمنع العارض الأصلي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي الإدغام بالإشارة. إيه الإدغام بالإشارة؟ إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا في الإدغام، وسوي بين عارض الإدغام كعارض الوقوف في الأحكام. أقول تاني، وسوي بين عارض الإدغام كعارض الوقوف في الأحكام. يعني المد العارض للسكون، أي سكون عارض عرض للوقف كل حكم جاز فيه جاز في الإدغام الكبير. يعني إيه برضو؟ يعني مثلا العرض السكون يجوز فيه التثليث، إن كان فيه مد في الإدغام يجوز فيه التثليث برضو، زي وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، أهل التثليث العارض كذلك الإدغام يثلث فيه، لأن ما ينطبق على الوقف ينطبق على الإدغام. كذلك الروم والإشمام، أنا لما أقف على كلمة مضمومة بالروم والإشمام أو مكسورة بالروم فقط في الوقف كذلك أجيز هذا الأمر أيضا في الإدغام، يعني ممكن أدغم بالروم وأدغم بالإشمام. نعم، هو في فرق واحد بس بين الإدغام بالإشمام وبين الوقف بالإشمام. الفرق اللي هو إيه؟ أن الوقف بالإشمام، الإشمام بعيد السكون، يعني بعد لما أخلص السكون، سكون الحرف اللي موقوف عليه
أو الإشمام. قال والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن، بعيد للتقريب يعني تصغير غرض التقريب. يعني أقولها إزاي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ بعد لما أنهيت سكون النون مباشرة أتيت بالإيه؟ بالإشمام. يبقى السكون الأول بعد الإيه؟ الإشمام. لكن الإشمام في الإدغام مع الإدغام. قال وأشمما هنا، أي في الإدغام، وأشمما هنا مقارنا للحرف لا بعد لفظه كحال الوقف، فليتنبه. وإذا النفوذ، النفوذ زوجت. شفت؟ إشمام مع الإدغام، لكن في الوقف الإشمام بعد الوقف. طيب إيه الإشكال هنا في الإدغام بالإشمام والروم؟ قال الإدغام بالإشمام والروم جائز، وأشمم وروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكب متأمل. الإشمام جائز مع الإدغام وكذلك الروم، إلا في الباء والميم مع الباء والميم. يعني الباء والباء، الميم والميم، الميم والباء، الباء والميم، أربع حالات ذكرهم الشاطبي. هنا يمتنع الإدغام بالإشمام أو الإدغام بالروم. ليه؟ قال أبو عمرو الداني قال لأن الإشمام والروم محلهما الشفاه، ومخرج هذه الحروف الشفاه، فيتعذر إعمال الإشارات مع الإدغام. الشاطبي رحمه الله قال وكن متأملا. قال بعضهم لعله قصد التأمل في منع الروم والإشمام، لأن منع الإشمام صحيح معضل، يعني أقول يعذب مع، يعني صعبة إتيان بالإشمام مع إدغام الباء في الباء أو الباء في الميم أو الميم في الميم أو الباء في الباء، صعب. لكن الروم مش صعب، فهذه الحروف تحرك في الوصل، فالحرف إذا نطق بالحركة الكاملة لا يتعذر أن ينطق بجزء منها. ولذلك قال الشاطبي يكون متأملا. حتى الكلام ده قاله ابن الجزري رحمه الله في النشر، قال والذي يظهر لي أن الإدغام بالإشارة الممنوع في هذه المواضع إنما هو الإدغام بالإشمام دون الروم. يبقى هنا الروم والإشمام ممنوع في أربع مواضع: الباء مع الباء، الباء مع الميم، الميم مع الميم، الباء مع الباء، وزاد بعض المحققين الفاء مع الفاء، ومنهم من لم يمنع شيئا. لكن زي ما قلنا كده وكن متأملا، لو نظرت وأمعنت فكرك في منع الروم والإشمام في هذه المواضع تجد أن المتعذر حقا هو الإشمام، الإدغام بالإشمام مش الإدغام بالروم. آخر تنبيه نبه عليه الشاطبي في هذا الباب قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلة، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمل. يعني إيه؟ يعني إذا كان عندنا حرفين متحركين متتاليين وقبلهما حرف ساكن سكونا صحيحا، زي إيه؟ زي نحن نسبح. فالإدغام بعد حرف ساكن سكونا صحيحا ثقيل على اللسان شوي. شوف كده، ونحن نسبح ثقيل. لذلك قال وبالإخفاء طبق مفصلة، يعني جوز العلماء الإخفاء. قالوا هنا الإخفاء معناه إخفاء الحركة، يعني الروم المعبر عنه بالاختلاس، يعني اختلاس، اختلس جزء من الحركة، من حركة الحرف المدغم، حتى يسهل يعني نطق هذه الكلمة ولا تثقل على اللسان لتوالي السكون فيها. يعني أقولها إزاي؟ ونحن نسبح، ونحن نسبح، يعني ثلثي ضمة كده. ومثل قال خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملة. لاحظ أن خذ العفو وأمر دي من المتماثلين، ولاحظ أيضا أن العلم مالك المثال الأخير من المتماثلين، والمثالين المتوسطين لهذه الأمثلة من المتقاربين، عشان ننبه أن هذه التنبيهات للبابين وليست لباب الإدغام الكبير المتقاربين فقط. كذلك آخر تنبيه خذ العفو، لاحظ أن الحركة هنا الفتح، عشان ما يتخيلش بعض القراء أن الإخفاء هنا هو الروم الذي يتأتى في الضم والكسر والرفع والجر فقط، وإنما هذا الاختلاس مش الروم، وإنما لو كان الروم لم تنع في المفتوح، لأن طبعا شاطبي
وكل أئمة القراءة مانعين الروم على معناه والإشارة يعني مانعينه في المفتوح. قال ولم يره في الفتح والنصب قارئ. يبقى هنا الإخفاء المقصود بالاختلاس وليس الروم. الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأنهينا هذا الباب الطويل. نرجع إلى ختمتنا المباركة عند أطول آية في القرآن. ابدأ يا شيخ أحمد. تبدأ برواية إيه؟ تقرأ برواية إيه؟ رواية قالون عن نافع. بأي وجه؟ عندك أربع أوجه، اختار منهم وجه. إن شاء الله وجه صلة ميم الجمع مع التوسط المد المنفصل. طيب. توكل على الله وابدأ. يلا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه ثبت اللام وليملل الذي فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالحق فليملل وليه بإيه؟ بالعدل. ماشي. فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قل يشاء إلى كالياء قياس معدلة وأن أكثر القراء تبدل واوها فيها وجهين الإبدال وهو الأشهر والتسهيل وهو الأقيس. ماشي؟ تمام. اقرأ تفضل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط حافظوا على التوسط مع الصلة. تمام. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن وأدنى ألا ترتابوا إلا لا تبدأ بالاستثناء لأن فصل المستثنى من المستثنى منه قبيح. ماشي. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما حقق فيها صفة الايه الشدة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب شوف يا شيخ أحمد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، سبب السكون هنا ده سكون جزم لأنها معطوفة على يحاسبكم، ويحاسبكم هي جواب الشرط، قال إن تخفوا أو تبدوا يحاسبكم، فيحاسبكم دي جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم، أنت عارف إن حروف الشرط تجزم الإيه؟ تجزم فعلين، فالفعل الأخير اللي هو يحاسبكم عطف عليه فعلين اللي هو إيه؟ يغفر ويعذب. عطف عليه فعلين، يحاسبكم بإذن الله فيغفر ويعذب، يبقى ما ينفعش هنا الوقف لان دي معطوفات على بعضها والفاء هنا عاطفه وليست ائتنافيه. تمام. طيب نستقبل هذا الاتصال ثم نرجع اليك يا شيخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا شيخه زهراء. ممكن اقرا سوره الشمس؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها، مدي شوية زهراء. والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها طحاها ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها فألهمها في فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ربهم ولا بذنبهم. أعيديها تاني يا زهراء. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أحسنت يا بنتي، بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. أكبر شيخ أحمد، هات الآية لله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. فيغفر، أظهر الراء. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخة ندى، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب هنسمعك من فين؟ أبدأ أقرأ من أول فين؟ مما تحب اقرأي مما تيسر. إن أحببت تقرأي معنا في خواتيم البقرة تبقى ما شاء الله تبقى فيها بركة إن شاء الله. من أول فين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. لا لا فخلي الصاد شوية يا شيخة ندى. إصرا ها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسنت يا شيخ ندى، بارك الله فيك وفي والديك وجعلنا وإياك من أهل القرآن العاملين به يا رب. آمين. أكمل يا شيخ أحمد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ابدأ بآل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب حسبك يا شيخ أحمد، هعلق بس تعليقين سريعين على البسملة وعلى ألف لام ميم. والشيخ بدأ سورة آل عمران بالبسملة، ومذهب قالون بين السورتين هو البسملة. قال وبسملة بين السورتين بسنة الباء لقالون، لكن قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني لا بد من البسملة. احنا بنذكر الحكم ده شرحناه من شهور، ولا بد منها أي من البسملة في ابتدائك سورة سواها اللي هي سوى سورة براءة. أي سورة تبدأ بها لا بد من البسملة.
هنا في ملاحظة اللي هي إيه؟ لاحظ أن الشاطبي لم يذكر البدء بهذه الصورة بعد وقف ولا بعد قطع. يعني أنا لما أكون بادئ بالصورة أكون بعد وقف زي الشيخ أحمد وقف على آخر الصورة وتنفس وبدأ بأول الصورة التي بعدها، ولا بادئ بعد قطع يعني تكون دي بدايته خالص دي أول قراءته. الشاطبي هنا لم يفصل، وكذلك ابن الجزري في الطيبة لم يفصل. طيب يعني هيكون الحكم إيه؟ يعني لكل القراء إذا بدأت بأول الصورة أبدأ بالبسملة، فالبادئ بعد وقف كالبادئ بعد قطع، حتى ولو كان حمزة، حتى ولو كان حمزة اللي ملوش أصلا بسملة بين الصورتين، إذا وقف لآخر الصورة وبدأ بأول الصورة التي بعدها يبدأ بالبسملة، لأنه بدأ بعد وقف والبادئ بعد وقف كالبادئ بعد قطع. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا شيخ أحمد. يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حياك الله يا حبيبنا، بارك الله فيك. أعود سمع لك الآية 38 من سورة البقرة. تفضل. يعني من الصفحة، من أول الصفحة. تفضل تفضل. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أخويا الكريم، اسم الشيخ ايه؟ ربنا يبارك فيك. ايوه. ما اسمك اخي الحبيب؟ ايوه الشيخ. نعم. اسمي نعم. ما اسمه؟ دي صالح. ربنا يبارك فيك يا شيخنا الفاضل. بص يا شيخنا، تقرأ بورشة صح؟ نعم. طيب انا عايزك بس تاخد بالك من عدة ملاحظات، لان ما شاء الله مخارجك حلوة، مخارجك طيبة، وكذلك صوتك صوتك ندي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان ينفعك بالفضل. نعم. غصب المد المفاصل اكيد ما اديتوش اياه، بس انا مشكلتي عندي رهبه، يعني اول قال عندي رهبه. لا لكن واضح ان ما شاء الله مخارجك طيبه وكذلك صوتك جميل جدا ما شاء الله، بس انا عايزك تاخد بالك من عده اشياء يا شيخ مهدي. ماشي. اولها انت قرات بتوسط البدل والذين. نعم. كفروا وكذبوا صح ولا لا؟ نعم صح. وما قللتش صح؟ ما قللتش في هداي، لان صحيح. هداي فيها الفتح والتقليل، واحنا قرأنا على مشايخنا من الشاطبية بالقصر، قصر البدل مع الفتح والتوسط. نعم. مع التقليل والإشباع مع الفتح والتقليل، دي أول حاجة. نعم. ثاني. نعم. حاجة عايزك تمد أولئك شوية والنار تقللها، لأن النار الراء متطرفة مكسورة وقبلها ألف، ودي مقللة قولا واحدا عند ورش. اقرأ الآية الثانية، والذين كفروا وكذبوا. ماشي يا شيخ. تفضل. كده أنت اديتني شوية ثبات شوية شيخ. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلنا ويقرأ القرآن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كويس خالص ما شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أحسنت يا شيخ مهدي، بارك الله فيك. أتمنى أنك أنت تتابعني يا شيخ مهدي وأسمع تلاوتك الطيبة دي في كل حلقة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب، ما شاء الله صوتك طيب جميل. والله انا لسه مبتدئ يعني، فقرات ورش الحمد لله، بس عاوز شيخ، عاوز رقمك الشخصي يا شيخ. نعم، عاوز تواصل معايا وانا خدامك يا شيخ مهدي، ربنا يبارك فيك، تواصل معانا ان شاء الله وانا لك خادم. بارك الله فيك يا شيخ مهدي واحسن الله اليك. طيب، احنا علقنا على البدء بالبسمله لكل القراء، فالبادئ بعد وقف كالبادئ بعد قطع، دي اول حاجه. الحاجة الثانية يا شيخنا، هو بيقرأ ألف لام ميم ووقف عليه، هي ألف لام ميم دي هل يجوز الوقف عليها ولا لا؟ هو من ناحية يجوز، يجوز، لأن هذا الموضع مختلف فيه هل هو رأس آية ولا لا، وهو عند الكوفيين رأس آية، ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد للوتر مع طاسين مع ذرة اعتمد، وأول الشوري وأول الشورى لحمصي يعد موافقا للكوفي فيما قد ورد. يعني الكوفيين يعدوا الحروف المقطعة في أوائل السور آيات إلا اللي فيها راء، ألف لام راء وألف لام ميم راء، وإلا الحروف الفردية زي طاء زي نون وزي قاف وزي صاد، وإلا طاسين. هنا ألف لام ميم معدودة عند الكوفيين، غير معدودة عند المدنيين، والشيخ بيقرأ بقراءة المدنيين. فأنا لما أقرأ برواية المدنيين يستحب أن أتبع عدده. طيب، اقرأ يا شيخ أحمد، كمل لنا الآيتين دول. نزل ألف لامين. ألف لامين وصل. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبك يا شيخ أحمد، بارك الله فيك، انتهى لقاؤنا الطيب معك في لمح البصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرر علينا هذه المجالس الطيبة في رحاب القرآن، وأن يجمعنا وإياك دائما على خير وهدى وبركة. إلى هنا أحبابنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة التي سعدت أنا وتشرفت بها. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم مجالسة القرآن ولا مجالسة أهله. نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت في نشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجها